هذه الهواية الجديدة القديمة التي أمسك فيها قلمي وأطلق أفكاري تتسابق مع كتاباتي. أكتب بوعي وبلا وعي، الجمل فيها تكون مرتبة تارة ومبعثرة تارة أخرى. تلك الهواية لطالما افتقدتها، شعرت بالحزن ولم أدرك ما كان ذلك الحزن، ولم تلك الطاقة المهدرة. هوايتي أن أكتب أي شيء وكل شيء يخطر في بالي، وبالتأكيد أضيفت لهوايتي بعض التحسينات. أصبحت أترجم الورق إلى صوت وإلى صورة، وهكذا حال يومي ينظم بحروف أكتبها. أسرد حياتي، تخيلاتي، نظرتي البسيطة للحياة. ببساطة تلك هي حياتي، بعيدة عن التعقيد اليومي المذل والصراع من أجل لا شيء. التناغم الجميل في هذه الحياة البسيطة تجلب لروحي سعادة وصفاء. هذا أنا، وهذه أفكاري، وهذه كتاباتي. أتعلم عن كل شيء شيء، وعن شيء كل شيء. بعيد كل البعد عن الأمور التي تجلب لي طاقة سلبية. لا أغوص بالجدل والنقاش بأمور تافهة، وأنا على يقين بأن الأجمل آت لا محالة، حتى وإن كنت أوهم نفسي بذلك.